طيب هرجع تاني لسؤالي لسؤالي في الفيلم. انه بعض الناس شافت انه تقيل مش شعبي. بص يزعلك يعني الكلمه دي ولا لا؟ بص انا عايز اقول لك بس حاجه, اقول لك على تصنيفي الشخصي. ليه من هو بطل كل من الـ 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 الوسائط الاتيه. المسلسل التلفزيوني مهما كان ابطاله وعلى عينه وعلى راس النجوم, بطله الاول هو الكتابه. في المسلسل التلفزيوني في الدراما البطل الاول هو التلفزيون. هيعالج 30 حلقه دلوقتي 60 و90 و200 وبتاع. ازاي لازم يبقى ده البطل الاول؟ تمام. في المسرح البطل الحقيقي هو الممثل اللي هو ممكن جدا يرتجل النص كله. في السينما البطل الحقيقي هو المخرج. المخرج ده تقديري انا الشخصي. يعني بتلون الافلام بلون مخرجيها. افلام مروان حامد, وانا يعني اسمعوا لي اقول الاستاذ مروان حامد رغم صغر سنه لانه الا مبدع فعلا, مبدع وبيذاكر كويس جدا وبينقي الطاقم العمل بعنايه, والناس كلها بتدي احسن ما عندها في ظل وجود كوندكتور او مايسترو جيد جدا زي مروان. مروان في كل تجربه من التجارب, انا اشتغلت معاه في كذا تجربه وده كان من حسن حظي يعني, وشفت كويس قوي بالذات بقى كمان مع احمد مراد, لان دي يعني طبعا حاسس ان هما يعني ايه كابل محترم جدا جدا. مفيش بحث عن انه مفيش لهاث وراء الشباك, وفي نفس الوقت مفيش انكار لاهميه الشباك. لكن هو بالظبط عايز يعرض لك عالم, كل مره عالم مختلف, والعالم اللي هو المختلف اللي هو اللي بيعرضه ده بيدي فيه كل طاقته وبيدي فيه طاقه كل زملائه اللي بيشتغلوا تحت قيادته. لا في لهاث وراء الشباك ولا في انكار لوجود الشباك. فاحيانا بتضرب جامد واحيانا ما تضربش فوريا, لكن مع الوقت زي ما بنقول دايما بيصح الصحيح دائما ولا يصح الا الصحيح. البصمه بتبان فنيا. بالظبط كده بالظبط كده. فانا يعني انا فاهم مروان, اظن يعني ان انا فاهم مروان كويس, ان هو حتى يعني هو مش هيتهز بسهوله لو انت قلت له مثلا فيلمك ما عملش حاجه في اول اسبوع او فيلمك عمل حاجه كويسه قوي في اول اسبوع او الناس اقبلت عليه في اول اسبوع او مش هو اللي ماشي ورا العداد وبيحسبه. انما على اللونج ران او على المدى الطويل بيعرف اذا كان الفيلم اثر ولا لا. طب هنا في صح وغلط يا خالد؟ يعني مثلا لما نقول, انت قلت كلمه متوازنه جدا, لا مفيش نكران للشباك ومفيش لهاث ورا الشباك, بس مش هل الشباك ده يعني هو معيار مهم برضو في معايير النجاح, ان ممكن الفيلم يطلع بعمل عمل فني جيد وقوي وفي نفس الوقت الجماهير بتقبل عليه؟ بالظبط. بس يعني بس هل وانتوا بتفكروا يعني هكمل دي مثلا هل واحنا بنفكر هل ممكن يقول لا انا مش عاجبني خالص بقى منطق الشباك بقى والحاجات دي, يقول لك جاب كام وما جابش كام, انا هعمل حاجه للسينما ده؟ مش بقول على مروان, انا بتكلم هنا عموما. ولا انا ليا في الطريقه دي خالص. طب انت حاسس ان ده فيلم شباك؟ انا حاسس ان اللحظه اللي احنا فيها متجاوزه شويه المفاهيم القديمه. يعني ايه؟ الشباك عنصر مهم دايما, لكن من كام سنه كنت تقدر تقول ان الفيلم الفلاني هيبقى فيلم شباك لانه هينادي الجمهور الفلاني. النهارده كل فيلم بينادي جمهوره. لو اتسعت القاعده بتاعه السينمات بتاعتك وهيتسع بالتالي عدد المشاهدين للافلام السينمائيه وهينادي كل نوع جمهوره. لو انت بقى عندك الاف من دور العرض حتى البسيطه الصغيره مش عارف ايه, هيبقى عندك الاف من الافكار الجديده وهتلاقي افلام غريبه جدا. وده باين قوي مع الانترنت دلوقتي ومع تجارب الشباب. يعني لو احنا بص, هي الفكره في ايه؟ هل احنا كان يمكن ان احنا نقيس مثلا طب عبد الحليم حافظ لما يطلع في الاول لما ما ينجحش في الاول ويتضرب بالطماطم والكلام ده ده معناه انه هل ينفع ان احنا كنا نستنى من ام كلثوم وهي جايه تغير الغنى كله؟ يعني كل الغنى اللي كان سائد وقتها قررت هي انها هتغني غنى تاني. او محمد عبد الوهاب
وهو جاي هو مقتنع ان هو بيتواصل مع سيد درويش وبيكمل، وغيره بيقول له لا ده انت قاطع معاه وانت كده رايح للغرب مدرسه ثانيه. الناس اللي بتبني ما بتستنى ما بتتعاملش معامله اللي بالنقطه يعني، فالنقطه سخنه جامده ايوه يا سلام هو ده جميل جدا، لكن لكن اللي بيبني ما بيتعاملش كده. يوسف شاهين ما بيتعاملش كده في اول افلام بينور بس ما بيبداش ياخد المسار العظمه بتاعته دي العظمه لله، بس يعني ما بياخدش ده الا بعد فيلم واثنين وثلاثه وبعد ما بيبقى فيه مصداقيه. صحيح. انا شايف المصداقيه دي موجوده عند مروان حامد، شايفها موجوده عند طاقم العمل اللي بيشتغل معاه، شايفها موجوده عند احمد مراد. مش مشكله ان احنا ننجح ببطء، المهم ان احنا في الاخر نصيب الهدف. طب تقول